ان شاء الله سكشن النهارده عن تصميم الكروس جردرز. لو فاكرين احنا سكشن الاسبوع اللي فات السترنج، وعرفنا حالات التحميل وعرفنا ازاي بنصمم والكلام ده، اللي في ماكسيمم واللي في صغار وكل الكلام ده. هنكمل النهارده العنصر اللي بعده اللي هو الكروس جردرز. الاحمال بتتنقل ازاي؟ زي ما احنا فاكرين الريل بتتنقل على السليبر، السليبر بودل السترنجر، السترنجر بودل الكروس جردر، من جردر بيرينج. احنا دلوقتي هنصمم ايه؟ هنصمم الكروس جردر اللي هو في النص دي. الاحمال جايه منين؟ جايه من السترنجر رايحه لمين؟ جردر. يعني الكاميرا الزرقاء دي متشاله على الكاميرا اللي بين الاحمر، تمام. وبرضه من سابق لينا المعرفه ان احنا عارفين ان الكاميرا اللي بين الازرق دي مستمره، يعني الكاميرا الحمراء دي اللي هي كروس جردر شايله كاميرا قبلها وكاميرا بعدها، يعني الكاميرا اللي بين الازرق دي بتتكرر كل مسافة 3 متر وهكذا، بتتكرر بطول الكوبري، تمام. فكاميرا الكروس جردر الواحدة بتبقى شايلة كامرتين، واحدة قبلها وواحدة بعدها، تمام. حاجة كمان، كاميرا الكروس جردر في حالة السنجل تراك بيبقى شايلة فوقها كامرتين سترينجر، اتنين قبلها واتنين بعدها. طب في حالة الدبل تراك بتبقى شايلة فوقها 4 كروس جارد، 4 قبلها وأربعة بعدها، تمام. ده من تخيلاتنا واحنا شايفين شكل ال 3D اللي قصادنا ده بشكل كوبري. هناخد الكلام ده دلوقتي باستفاضة، بس أول حاجة نبقى عارفين الاسبان بتاع الكروس جاردر. اسبان الكروس جاردر لو فاكرين كنا بنفرضه برنج معين في أول سكشن خالص واحنا نرسم لي أوت. لو الرينج ده صعب انك تحفظه او الكلام ده ممكن تاخد رقم في النص زي ما انا عملت دلوقتي. فانا مثلا فرضت ان لو الكوبري بتاعي ديك والسنجل تراك هاخد العرض بتاعي 3.6، لو الكوبري بتاعي دبل تراك ونوعه ديك هاخد العرض بتاع الكوبري 7.1، لو الكوبري بتاعي بوني وسنجل تراك هاخد عرض الكوبري 5.4، لو الكوبري بتاعي بوني ودبل تراك هاخد العرض بتاعي 8.9. ده كده عرض الكوبري. طب ايه علاقته بالكروس جردر؟ قال لك عرض الكوبري هو نفس عرض الكروس جردر، تمام. فوانت شغال وجاي بتصمم الكروس جردر بتاعك هتاخد عرضها او الاسبان بتاعها مساوي لعرض الكوبري. عايز تشتغل بالفروض اللي احنا فرضناها في اول سكشن اللي هو الرينج بتاعنا، ماشي. عايز تاخد رقم في النص زي ما احنا عملنا دلوقتي وتحفظه برضه، ماشي. ده شغال وده شغال. هنخش على طول على المسألة بتاعتنا. معانا كوبري ريلوي بليت جردر ودي ثابتة معانا طول السنة. نوعه بقى ديك بريدج، دبل تراك شايل قطرين، الاسبان 27 متر مقسوم على 9 بانل، الستيل 44. خطوات التصميم للكروس جردر دي مش سترنجر، دي كروس جردر. خطوات التصميم للكروس جردر، اول حاجه هنشوف السكك سيستم بتاعنا والاسبان بتاعه بكام. تاني حاجه نحسب الاحمال سرنج اكشن، بعد كده هنصمم قطاعات نتيجه العزم، بعد كده هنشيك على الشير، بعد كده هنزود تشيك اسمه تشيك لاتراتوش على الباكين. اول حاجه دي خطوه سهله للسكك سيستم. تاني حاجه حساب الاحمال، ودي طبعا اصعب حاجه في المساله، وزي ما احنا اتفقنا من اول السنه حسابات الاحمال هي اصعب حاجه في الشغل بتاعنا. يعني انك تحسب الحمل بتاعك هو اصعب حاجة، انك تعرف السرنج اكشن بكام والمونت بكام والشيل بكام والكلام ده، هو ده اصعب حاجة طول السنة معانا. التصميم عموما بعد كده اللي هو الديزاين فور سيكشن والكلام ده كله سهل او على الاقل مقرر وتحفظه. اول حاجة الاستاتيكال سيستم بتاعنا الكوبري بتاعنا هيبقى سيمبل، او الكروس جدر بتاعنا سيمبل، متشال على من جردر في اليمين ومن جردر في الشمال، فهو سيمبل. الكوبري نوع ديك، دبل تراك هنعرف بعد كده هيفرق معانا في ايه الكلام ده. أول حاجة نفرض العرض بتاعه، نفرض العرض بتاعه 7.1 متر. نبدأ بعد كده نحسب الأحمال السرينج أكشن. أول حاجة نتيجة أحمال الديد، الوزن الذاتي بتاعنا هو 300 كيلوجرام على المتر، ده وزن كاميرا السترينجر الذاتي، وزن كاميرا الكروس جردر الذاتي هنفترضه 300 كيلو جرام على المتر، طبعا حمل موزع بطول الكاميرا. في احمال تانية ميتة جاية نتيجة وزن
السترينجر اللي فوق. قال لك السترينجر اللي فوق هو كمان ليه حمل، يعني ليه وزن، ومتشال على ايه؟ متشال على كروس جاردر، فبالتالي بيودي رياكشن هو كمان على كروس جاردر. نوع الرياكشن ده قال لك نوعه ان هو حمل ميت. بيأثر ازاي؟ بيأثر كحمل مركز. مكانه فين؟ مكانه في نقطة التقاء السترينجر مع كروس جاردر. يعني مثلا هنا لو افترضت ان معايا الكروس جاردر بتاعي اللي هو في النص ده، اللي انا بحسب له السترينج اكشن بتاعته، تمام، يبقى ناحية اليمين شايل السترينجر وناحية الشمال شايل السترينجر تاني، واحد قبله وواحد بعده زي ما اتفقنا فوق، واحد قبله وواحد بعده، يعني هو في نفس النقطة جايله حملين من تو سترينجر مختلفين. السبان بتاعهم كام؟ اللي هو المسافة ايه؟ اللي هو 27 على 9 بانل، يعني 3 متر. قيمة الحمل المائي بتاع السترينجر اللي هو كان 45 100 طن على المتر، فرضته بكده، احسب الرياكشن الار ديد بيساوي ده بي في ال على 2 بس مضروب في 2 لان معايا سترينجر قبل وبعد، يعني بيساوي 45 100 في 3 اللي هو الاسبان على 2 مضروب في 2 بيساوي 1.35 طن. نحط بقى الاحمال دي على الكاميرا بتاعتنا بتاعت الكروس جدر اللي اسبانها 7.1 متر، الاحمال الميتة الموزعة للوزن الذاتي، بعد كده الاحمال المركزة. الاحمال المركزة دي بقى برصها ازاي؟ نبص بقى على شكل اللاي اوت بتاعنا. واحنا في اللاي اوت كنا بنحط السترينجر فين؟ مكان السترينجر بتاعي بالنسبة للكروس جيردر هو هو، يعني نفس المسافات اللي انا كنت فرضها في اللاي اوت هاخدها تاني، يعني رسم نفس رسمة السايد فيو هرسمها تاني، ولكن هرسمها على هيئة خطوط. يعني كاميرا المين جيردر ارسمها خط، ارسمها كده مثلث كده على اساس ان هي ركيزة. الكاميرا اللي بالعرض اللي هي كروس جيردر ارسمها خط. السترينجرات هرسمها كرياكشنات، يعني هي نفس المسافات بالظبط. طب انا كنت حاطط المسافات ازاي؟ المسافه في النص كده، باجي هنا في النص ما بين السترينجر ده والسترينجر الثاني، يعني من نص الكاميرا يمين وشمال، المسافه بينهم 1.7 متر. المسافه بين التو سترينجرز اللي في النص 1.7 متر. همشي مسافه بعد كده 1.8 واحط الرياكشن الثاني، همشي مسافه 1.8 ناحيه الشمال واحط الرياكشن الرابع ده، تمام. فالمسافات بقت عباره عن ايه؟ 1.8 وفي النص 1.7 وبعد كده 1.8. الصوت شغال كويس؟ الصوت يا باشمهندس. تمام، نكمل. المسافات زي ما قلت لكم، المسافات دي طبعا محفوظة، يعني في حالة الدبل تراك هيبقى نفس المسافات دي في كل المسائل. 1.7 من الأحمال اللي في النص، 1.8 ما بين كل السرنجة جنب بعض، تمام. فاحنا هنحفظ الشكل بالمنظر ده. المسافة بقى بين آخر حمل مركز وبداية الكاميرا أو المين جردر هتبقى عبارة عن البي ناقص 1.8 ناقص 1.7 ناقص 1.8، كل ده مقسوم على 2، تمام. هيديني كام؟ هيديني 0.9 في اليمين و0.9 في الشمال. ايه تاني؟ لو الكوبري بتاعي ده اتغير وبقى كوبري ديك وسنجل تراك، ايه اللي هيختلف؟ اول حاجه هيبقى معايا حملين مركزين بس، يعني هيبقى معايا رياكشنين من السترينجرز بس. مكانهم فين؟ مكانهم في النص هنا، تمام، مكانهم في النص. المسافه بينهم كام؟ هتبقى المسافه بينهم 1.8، تمام. يبقى انا هحط حملين مركزين بس في النص في حاله السنجل تراك، والمسافه بينهم 1.8. طب المسافه بين اليمين والشمال اللي هي من اخر حمل وركيزه هتبقى عرض الكوبري ناقص 1.8 على 2، تمام، ونقوم حاطين المسافة دي والمسافة دي، تمام. ده بس اللي يختلف معايا لو الكوبري قلب بدل مكان دبل بقى سنجل. نكمل بقية مسألتنا. نحسب دلوقتي الام ديد على شكل الأحمال اللي قصادنا دي، هيطلع ب 6.75 طن في المتر. نحسب الكيو ديد هيطلع 3.77 طن. نخش بعد كده على الأحمال اللايف.
الاحمال بتاعتنا اللي احنا حافظينها ال 12 ونص الاربع احمال دول، ومعاهم الاحمال الموزعه 4 طن على المتر الطولي و4 طن على المتر الطولي من ناحيتين. نحسب دلوقتي الاحمال نتيجه اللايف لود. مبدئيا كده انا ما اقدرش اتعامل مع احمال لايف لود فوق الكروس جدر على طول، تمام؟ لان الاحمال في الطبيعي ما بتمشيش على كروس جدر، هي بتمشي على السترنجر، فانا لازم ارسم شكل السترنجر بتاعتنا، تمام؟ فلو انا بحسب دلوقتي الكروس للكروس جدر اللي في النص اللي هو موجود معايا ده، عايز احسب هو هيشيل احمال قد ايه نتيجه اللايف لود نتيجه القطر اللي ماشي، يبقى انا لازم مبدئيا اعرف التو سترينجرز اللي هو شايلهم معرضين لاحمال قد ايه من القطر، تمام؟ يعني ايه؟ يعني كروس جدر بتاعي ده ماشي فوقه او موجود فوقه تو سترينجرز، واحد قبله وواحد بعده، تمام؟ الاحمال اللايف لود اللي جايه على الكروس جدر بتاعي اللي في النص ده هي اللي جايه نتيجه الاحمال اللي ماشيه على السرنجر اللي فوق اللي قبله والسرنجر اللي بعده، تمام؟ فهو بالنسبه لي ككروس جدر هرسم له السرنجر قبله ناحيه اليمين والسرنجر بعده ناحيه الشمال، تمام؟ وابدا اعمل ايه؟ ابدا ارص عليهم الاحمال بتاعتي بحيث ان هي تجيب لي ماكسيمم رياكشن من كمرات السرنجر على الكروس جردر، تمام؟ طب واحد مثلا يقول لي طب ليه ما رسمناش سترنجرات تانية كتير بعد كده، يعني ليه ما كترناش كمان بدل اتنين بس عملنا تلاتة واربعة؟ هقول له ببساطة ان الكروس جردر اللي في النص دي ما بتحسش بأحمال غير أحمال السترنجرات اللي ملاصقة، يعني السترنجرات اللي متقابلة مع الكروس جردر بتاعي هي اللي بتودي رياكشن على الكروس جردر ده. طب وبقية السترنجرات اللي بعد كده ماليش علاقة بيه، ما بتوديليش حمل، مش عايز اعرفها ومش عايز احسب لها سرنج اكشن، اللي انا اركز فيه بس هو السرنجرز اللي بتتقاطع مع الكروس جدر بتاعي، تمام؟ فلو انا رسمت الكروس جدر بتاعي على شكل ركيزه بالمنظر ده ورسمت السرنجر واحده قبل وواحده بعده بحيث ان الاسبان بتاعهم اللي هو المسافه ايه 3 متر و3 متر، ابدا دلوقتي ارص عليهم الاحمال بتاعتهم. طريقه رص الاحمال ازاي؟ ببدا اول حاجه بالحمل المركز اللي هو ال 12 ونص ده، بحطه فوق الكروس جدر بتاعتي اللي في النص على طول، بحطه فوق كده على طول، تمام؟ ابدا امشي باليمين والشمال كده مسافه 1.6، واحط كمان حمل مركز وحمل مركز اللي هو 12 ونص و12 ونص على بعد مسافه 1.6، تمام؟ امشي مسافه اشوف المسافه اللي بعد كده اللي هي ايه ناقص 1.6. هل المسافه ايه ناقص 1.6 دي هتكفي ان هي تاخد احمال تانية ولا مش هتكفي؟ هشوف المسافة ايه ناقص 1.6 هتديني 1.4، 1.4 اجي ابص كده ناحية الشمال الاقيها اقل من 1.6، يعني انا مش هينفع احط حمل مركز كمان، تمام؟ فانا كده مش هينفع احط حمل مركز، بس هل ينفع احط احمال موزعة؟ قال لك شوف المسافة بتاعتك 1.4 اكبر من 8، يعني اكبر من 8، يعني ينفع احط احمال موزعة. فجيت ناحية اليمين هنا على بعد مسافة 8، وحطيت أحمال موزعة بالمنظر ده 4 طن على المتر الطولي. ممتد المسافة قد إيه؟ مسافة 1.4 ناقص 8، يعني ممتد مسافة 6.1 متر، تمام؟ طب لو مثلا يعني لو مثلا أنا كبرت طول الكوبري ده وخليته مثلا بقى الزبان أو المسافة إيه بتاعتي بتساوي 4.6، تمام؟ لو انا خليت المسافة دي 4.6 هتختلف في ايه؟ مبدئيا هاجي اول حاجة ارص الاحمال بتاعتي اللي هي 12 ونص 12 ونص بالمنظر ده، هاجي بعد كده احسب المسافة اللي هي المسافة ايه ناقص 1.6، يعني مسافة ايه اللي هي 4.6 ناقص 1.6 هيتبقى لي كام؟ هيتبقى لي 3 متر، يعني من اخر حمل عندي من اخر حمل لحد الكروس جدرز اللي بعد كده بتساوي 3 متر، تمام؟ يعني اكبر من 1.6. في الحاله دي هعمل ايه؟ اضيف كمان حمل كمان، يعني هاجي ناحيه الشمال كده واحط كمان حمل مركز كمان، يعني لو طول الكوبري بتاعي او الاسبان بتاع السرنجر زاد عن كده وحيث المسافه بتاعتنا اللي هي ايه ناقص 1.6 زادت عن 1.6، يبقى انا كمان هحط حمل رابع كمان 12 ونص، تمام؟
طب هل احط حمل مركز في اليمين وفي الشمال ولا احطه في الشمال بس؟ حد عنده فكرة؟ لو انا مثلا جيت هنا حسبت المسافة اللي هي ايه ناقص 1.6 وطلعت اكبر من 1.6 زي الحلة بتاعتنا دلوقتي، وقمت حاطط حمل مركز رابع كمان، تمام، احطه في اليمين والشمال ولا احطه في الشمال بس؟ حد عارف؟ محدش عارف، محدش واخد باله، محدش مركز معايا، معايا يا شباب. تاني كده يا باشمهندس، بس لو المسافة ايه ناقص 1.6 طلعت أكبر من 1.6، يعني لو طرحت ال ايه دي ناقص ال 1.6 طلعت أكبر من 1.6، أحط حمل مركز في الشمال واليمين ولا حمل مركز في الشمال بس؟ في الشمال بس يا باشمهندس، من اليمين حطينا الموزع خلاص. تمام، انا بسألك يعني قبل حتى ما احط الموزع، هل ينفع اصلا احط 5 احمال مركزة؟ لا 5 أحمال، ايه هم 4 بس؟ 4 بالظبط. ما انا بقول لك الكلام ده انا بشوفه، يعني الكلام اللي انا بقوله لك ده انا بشوفه في امتحان، يعني بشوفه بعد كده وانا بصحح لكم بشوف الكلام ده، فمنبه عليك من دلوقتي عشان تاخد بالك، يعني معاك 4 احمال مركزة، فلما تيجي تضيف حمل مركز رابع هتضيف حمل مركز في ناحية واحدة، ما تضيفش في ناحيتين، واخدين بالكم؟ يعني وانا بحط احمال مركزه بحيث ان المسافه بتاعتي كانت اكبر من 1.6، هي المسافه اللي هي ايه ناقص 1.6 طلعت اكبر من 1.6، بتحط حمل مركز في ناحيه واحده، يعني بحيث ان كل الاحمال المركزه تبقى 4، ما زيدش عن 4، ما تحطوش 5 احمال. طب وبقيه المسافات بملاها بايه؟ بملاها باحمال موزعه، بمشي مسافه 8 من 10 وبحط احمال موزعه. وعلى فكره ممكن احط احمال موزعه في الشمال واليمين، لو انا حطيت ال4 احمال المركزه بتاعتي حطيتهم كلهم ورصيتهم بالشكل اللي قدامكم ده، تمام، وضفت عليهم كمان حمل رابع هنا ناحية الشمال، واتبقى مسافة أكبر من 8 من 10، هحط كمان أحمال موزعة في اليمين وفي الشمال، تمام. طبعا ده هيحصل لو الكوبري بتاعك طوله كبير، مثلا 4 و6 5 متر على حسب الاسبان بتاعك. أيوه هو لو في حمل رابع نحط الحمل مركز برضه في النص على الركيزة، ولا نحطهم يعني سيمتري حوالين الركيزة؟ لا، حطهم كده بالمنظر ده، حمل مركز فوق الركيزة، وممكن تجرب الحالة التانية بس ما اعتقدش ان هي هتجيب لك الماكسيموم، لو انت عرفت سيمتريك ما اعتقدش ان هي هتجيب لك الماكسيموم، بس جربها، تمام. تمام باشمهندس، بس ايوه معلش عشان انا عندي بس مناقشة التدريب دلوقتي بتاع السنة اللي فاتت مع دكتور مصطفى، فهضطر اقفل دلوقتي، انا اسف. دكتور فلو في غياب مصطفى او مين؟ دكتور مصطفى الصواب بتاع السنة اللي فاتت بتاع السنة دي. دكتور مصطفى الصواف. طب ما حدش بلغني ليه؟ كان ممكن يعدل لا معاك. مش، لا هو انا بس اللي عندي عشان عندي تخلفات، يعني هم البيت سكشن عادي، انا ماشي بستخدم ماشي يا مصطفى هندسة، على النت. اتفضل. ماشي يا فندم، تمام ماشي يا هندسة، اتفضل. شكرا ان شاء الله. ماشي يا شباب نكمل. اللعب اللي ممكن يحصل لك هنا ايه؟ زي ما قلت لك ان هو بس يكبر لك المسافة، فلما يكبر لك المسافة هتزود بس عدد الأحمال، فتاخدوا بالكم، يعني يا ريت يعني تاخدوا بالكم من المسافات، لو المسافة اللي باقية في الآخر أكبر من 1.6 تضيف حمل الرابع، ما تضيفش غير 4 أحمال، لو المسافة بعد كده بقى فيه 8 من 10، يعني أكبر من 8 من 10 في الآخر تحط أحمال موزعة، تمام؟ ما تاخدهاش نفس الرسمة تحطها في الامتحان بغض النظر عن المسافات قد إيه، لا تركز أوي في الحتة دي عشان دي غلطة شائعة يعني بشوفها كتير. في المسألة بتاعتنا اللي هنجعلها دلوقتي، ده شكل رصد الأحمال، 3 أحمال مركزة ومش هتاخد حمل مركز رابع، والمسافة اللي باقية حاطط فيها كمان أحمال موزعة بالشكل ده كده على بعد 8 من 10. نحسب دلوقتي الرياكشن بتاعنا اللي هو R live load، هيطلع بكام؟ هيطلع ب 24.41 طن. طب أنا حسبته إزاي؟ مبدئيا افترضت إن السرنجة اللي في اليمين والسرنجة اللي في الشمال فرضتهم سيمبل، وحليت المسألة على إن دي سيمبل ودي سيمبل، جبت الرياكشن من ده والرياكشن من ده وجمعتهم على بعض، تمام؟ يعني أنا جيت هنا إيه، افترضت إن السرنجة ده سيمبل والسرنجة التانية ده سيمبل، حسبت الايه قيمة الرياكشن على طول بتاع الكامرتين وجمعتهم على بعض، هيطلعوا بكام؟ هيطلعوا ب 24.41 طن. اخد بقى الرياكشن ده واحطه على السترنج، على الكلوز جدر بتاعي، يعني ده الكلوز جدر بتاعي اهو، ابدا ارص عليه الاحمال الحية دي كاحمال مركزة، احطها ازاي؟ بنفس الطريقة اللي حطيت عليها الرياكشنات المركزة بتاع الاحمال الميتة، زي ما قلت لك كأني دلوقتي ببص على سايد فيو، كأني ببص على سايد فيو بالظبط، حطيت كده المين جردر كأنها ايه ركيزة بالشكل ده،
وكمرة بالعرض اللي هي الكروس جيدر، وعندي أماكن التقاء للسرنجر مع الكروس جيدر بحط أحمال مركزة بالشكل ده كده. معايا كام سرنجر؟ معايا أربعة، أربعة قدام وأربعة ورا وأربعة شمال وأربعة يمين، تمام؟ فكل اتنين منهم بدون رياكشن، كل اتنين بدون رياكشن، كل اتنين بدون رياكشن وهكذا. فبقى معايا كام رياكشن؟ بقى معايا أربع رياكشنات بالشكل ده كده. مقدارهم كام؟ 24.41 طن. أحسب دلوقتي المومنت الـ M live load بتساوي 87.88 طن في المتر. أحسب من هنا الـ Q live load بتساوي 48.82 طن. والتعامل مع المسألة بيبقى أسهل شوية، يعني التعامل مع حساب الـ M live والـ Q live بقى دلوقتي أسهل، لأن أماكن الأحمال دي ما بتغيرش، دي نقط ثابتة، يعني نقط التقاء السترينجر مع الكروس جيتر دي نقط ثابتة، فالأحمال هتبقى هنا على طول بالمنظر ده. ممكن يختلف بس هو عرض الكوبري، الكلام ده المسافه الرفرفه اللي في اليمين والشمال دي اللي ما بين اخر حمل والركيزه دي اللي ممكن تختلف، انما كاماكن احمال بتبقى اماكنها ثابته بالمنظر ده، تمام؟ وطبعا لو سنجل عارفين الفرق ايه، فالتعامل معاها بيبقى اسهل. حساب المومنت لايف والكيو لايف بقى اسهل دلوقتي. هنضيف طبعا دلوقتي دايناميك افكت فاكتور، هنحسب الفاي بتساوي 0.73 زائد 2.16% على جذر ال اي ناقص 2/10. في حالة الكروس جيدر ال اي هنا ب 2 بي، يعني 2 في 7 1 بتساوي 14.2. نعوض في المسألة نحسب الفاي بتساوي 0.73 زائد 2.16% على جذر 14.2 ناقص 2/10، يعني بتساوي 1.34. يبقى احنا كده عرفنا الديناميك افكت فاكتور بيساوي كام. ممكن نحسب دلوقتي اللي هو الام لايف زد الامباكت، الام لايف زد الامباكت اللي هي بتساوي ام لايف لود زائد الفاي بتساوي 87.88 مضروبه في الفاي اللي هي 1.34 بتساوي 117.76 طن في المتر. الكيو لايف لود بتساوي كيو لايف في الفاي بتساوي 48.82 مضروب في 1.34 بتساوي 65.42 طن. نكمل مسألتنا دلوقتي. في كمان قوة إضافية هتزيد معاك عن حالة السترينجر، القوة دي اسمها البريكنج فورس. البريكنج فورس دي جاية نتيجة الإيه؟ هي الترجمة الحرفية ليها هي قوة الفرملة. بقولك إن الكوبري بتاعك ده كده نتيجة حركة القطر عليه ممكن في لحظة من اللحظات يفرمل. يفرمل فين؟ يفرمل على الكوبري بتاعك. يعني ايه؟ يعني بيولد قوة افقية. ايه ده يعني؟ يعني قوة الفرمالة دي قوة افقية؟ قال لك اه، قال لك لان هي نتيجة احتكاك، لما تضغط على الفرامل كده بيتولد احتكاك ما بين عجل القطر والريل، تمام؟ قوة احتكاك، فالقوة دي بتبقى قوة افقية، تمام؟ زي مثلا ما بتفرمل بالعربية بتاعتك وانت ماشي مثلا بالعربية وضغطت على الفرملة، على الفرامل على طول، بيحصل ايه؟ بيحصل احتكاك ما بين العجلة بتاعتك وما بين الطريق، تمام؟ القوة الاحتكاك دي قوة ايه؟ قوة افقية في اتجاه حركتك، في اتجاه حركة القطر او اتجاه حركة العربية بتاعتك. مقدارها كام؟ لو احنا فاكرين مثلا من ثانوية عامة كنا بنقول ايه؟ بنقول قوة الاحتكاك بتساوي مجموع الاحمال الرأسية في معامل الاحتكاك، معامل احتكاك السطح، تمام؟ فهو قال لك ايه؟ ان قيمه البريكنج فورس دي بتساوي مجموع الاحمال اللي ماشيه على الكوبري كله مقسوم على او مضروبه في معامل الاحتكاك 25%، او يعني ربع مضروب في مجموع الاحمال، تمام؟ ورجع بعد كده قسمه على عدد الكروس جيدرز. يعني هو قال لك ايه؟ قال لك هوزع الحمل الفرمله ده على كل كروس جيدر بالتساوي، يعني كله بيشارك بالتساوي، تمام؟ فبقى القانون بتاع البريكنج فورس ده بيساوي مجموع الربع مضروب في مجموع الاحمال الكليه على الكوبري مقسوم على عدد الكروس جاردرز، تمام؟ مجموع الاحمال الكليه على الكوبري ازاي؟ يعني مثلا كان الحمل ده ماشي على كوبري من اول لاخر، كان الاحمال دي موجوده على الكوبري من اوله لاخره الموجود كده. يعني مثلا معايا كوبري اللي هو دبل تراك، يعني ماشي عليه قطرين، موجود عليه قطرين والقطرين فرملوا في وقت واحد، وكمان فرملوا يعني كمان عن قريب كمان من الركيزة، فبقت الأحمال المركزة موجودة عندي في أول الكاميرا على طول، في أول إسبان على طول أو في أول بان على طول، تمام؟ فهرص الأحمال بتاعتي إزاي هنا؟ لو مثلا افترضت إن طول الكوبري بتاعي ده اللي هو طوله L، تمام؟ كان في المسألة بتاعتي كان 27 متر،
ابدا اول حاجه برص الاحمال المركزه، يعني ارص اول حاجه الاحمال المركزه اللي هي ال 12 ونص دي، امشي مسافه 1 و6 12 ونص كمان، امشي مسافه 1 و6 12 ونص كمان، امشي مسافه 1 و6 احط اخر حمل اللي هو 12 ونص الاخيره، بحيث ان انا ارص اربع احمال 12 ونص والمسافه بينهم تبقى 1 و6، اربع احمال 12 ونص. همشي بعد كده مسافه 8 من 10 من اخر حمل واحط الاحمال الموزعه بتاعتي اللي هي 4 طن على المتر الطولي. طب طول الأحمال الموزعة دي كام؟ قالك طولها اللي هو طول الكوبري اللي هو 27 ناقص 5 و6، اللي هو يعني ايه؟ يعني 27 ناقص 1 و6 ناقص 1 و6 ناقص 1 و6 ناقص 8 من 10 هيديني كام؟ هيديني 21 و4، تمام؟ يبقى قيمة البريكنج فورس دي بتساوي ربع في مجموع الأحمال بتاعتي اللي هو 12.5 في 4 زائد 4 اللي هو قيمة الأحمال الموزعة مضروبة فيه طول الأحمال الموزعة اللي هو 21.4 مقسوم على عدد الكروس جيردرز. عدد الكروس جيردرز كام؟ لو أنا عندي 9 ملل يبقى أنا عندي 10 كروس جيردرز، واحد في الأول واحد في الآخر، يعني عدد الكروس جيردرز بيساوي عدد الزبانات عدد البانلز مجموع عليه 1، تمام؟ فبقى بالنسبة لي عندي 9 بانل، فأول مسألة هو قال لي عندي 9 بانل ضفت عليهم 1 فبقى 10، يعني قيمة البريكنج فورس بتاعتي للكروس جيردرز الواحد كروس جيردر الواحد بتساوي 3.39 طن، تمام؟ طب أنا معايا كام مسار؟ معايا كام يعني كام عجلة بتفرمل؟ معايا 4 عجلات، يعني 4 صفوف عجل، تمام؟ يبقى أنا معايا 4 بي، تمام؟ يعني أنا معايا كده 4 قوى بي. ليه؟ لأن أنا شغال دبل تراك، فمعايا 4 صفوف عجل على بعض، تمام؟ فنرص البي دي ازاي بقى؟ 4 بي زي ما قلت لك كده عشان أنا شغال دبل تراك. أحط البتاع دي على الكروس جدر بتاعي كحمل أفقي. نرجع دلوقتي إيه، نبص على شكل الكروس جدر بتاعنا، نحط الأحمال بتاعتنا البريكنج فورس دي على كروس جدر. فبقول لك أول حاجة لازم تبقى عارف شكل الستاتيكال سيستم بتاع الكروس جدر. اقول له طب احنا خلاص احنا عرفناه، ما احنا عرفناه في اول حاجه في المساله خالص واحنا بنفرضه. قال لك لا، الستاتيكال سيستم اللي انت فرضته في اول حاجه خالص في اول مساله كان الستاتيكال سيستم للاحمال الرأسيه، انما ده للاحمال الافقيه، يعني ده شغال افقي، يعني الكاميرا بتاعتي شغاله رأسيا مع الاحمال الرأسيه وشغاله على الاحمال الافقيه برضه. طب الستاتيكال سيستم بتاع الاحمال الافقيه ده وضعه ايه؟ قال لك لو شكل البريسنج بتاعك ده عامل شكل حرف اكس كده، فيبقى شكل المين سيستم بتاعك او شكل الكروس جدر بتاعك عبارة عن كاميرا سيمبل متشال على المين جدر في الاول ومين جدر في الاخر، تمام؟ وساعتها بنسميه ايه؟ سيمبل بي. طب لو كان شكل البريسنج بتاعك شكل حرف كي كده، ساعتها شكل البريسنج بتاعك هيبقى عامل كأنه ركيزة افقية، يعني جاي في النص كده وماسك الكاميرا بتاعتك في النص، فبنتعامل معاه هنا على انه هو ايه؟ ركيزه كمان. يعني ايه؟ يعني باجي في النص هنا على نص الكاميرا وبضيف كمان ركيزه بسميها مثلا كي بريسي، تمام؟ فيبقى عند الكاميرا بتاعتي دي بقت كونتينوس، في اولها واخرها مين جردر وفي نصها موجود ركيزه تانية جانبيه اسمها كي بريسي، تمام؟ او بريسنج عموما، يعني بنتعامل معاه كانه ركيزه. طب في الحاله دي بقى معاك كاميرا دبل سبان، هنا مضطر بقى تحلها بالريموت ايكويشن، تمام؟ هنا مضطر تحلها بالريموت ايكويشن لان معاك ايه؟ كاميرا معاك كاميرا مستمره، ما عادش معاك كاميرا سيمبل زي الحاله الاولانيه. اللي حدد لي بقى الكاميرا بتاعتي سيمبل ولا كونتينوس هي شكل البريسنج بتاعي. لا، حاله الاكس هي سيمبل، في حاله الكي هي كونتينوس. استخدم الريموت ايكويشن في حاله الكي بريسنج بس، تمام؟ في المسألة بتاعتنا يعني كان طلع معانا الحل الأولانية، كنت أنا راسم شكل بريسنج شكله حرف إكس، فبالتالي ممسوك من الأول الكاميرا وممسوك في أواخر الكاميرا، فبالتالي إيه؟ الكاميرا بتاعتي سيمبل. هحط على الأحمال بتاعتنا. طريقة رص الأحمال بتاعتنا بقى إزاي؟ زي ما قلت لك في الأول خالص، الأحمال اللي بتيجي على كروس جردر هي نقطة اتصال، هي عند نقطة اتصال السترنجر مع الكروس جردر، فبالتالي المسافات هي هي. شوف انت بتحط الاحمال اللايف لود كنت بتحطها ازاي، مش كنت بتحطها على مسافة مثلا
بتسيب 9 من 10 في الأول، بعد كده 1.6، بعد كده 1.7، بعد كده 1.6 أو 1.8، 9 من 10، 1.8، 1.7، 1.8، 9 من 10، تمام؟ نفس الشكل اللي أنت رسمته فوق هترسمه تاني هنا تحت، ولكن هتحط عليه قوة اسمها البريكنج فورس، يعني نفس رسمة اللايف لود أنت رسمتها فوق هتكررها تاني، ولكن هتحط عليها قيمة البي اللي هي ب 3.39 طن، هتكررها 4 مرات بالشكل ده، وتحسب منها الام واي برضو في النص. الام واي هنا تطلع ب 12.2 طن في المتر، تمام؟ يعني نفس الشكل الرسمه بتاعت اللايف لود، هتشيل اللايف لود وتحط بداله قيمه البريكنج فورس وتحسب المومنت، تمام؟ وتحسب الام واي، تمام؟ كل الحسابات اللي فوق كانت ام اكس، ولكن هنا في البريكنج فورس بما ان هي قوه افقيه فهي تولد عزم ام واي، تمام يا شباب؟ لحد هنا كده حد عنده مشكلة؟ حد عنده مشكلة يا شباب؟ كله تمام يا باشمهندس. تمام. السكشن ده شاطر يعني، أنا ملاحظ. نكمل، هنضيف بقى معانا كمان قوة كمان اسمها اليو فريم اكشن، دي بتحصل بس في حالة البوني بريدج. في المسألة بتاعتنا اللي احنا بنحلها اللي هي كانت كوبري ديك، القوة اللي هحسبها دلوقتي ملهاش لازمة، يعني القوة اللي هحسبها دلوقتي ما تحسبهاش في حالة الديك. طب لو قلب الكوبري وبقى بوني، هنضيف معانا حاجة اسمها يو فريم اكشن، هناخدها دلوقتي ونحسبها، ولكن نبقى فاهمين ان دي حاجة اضافية، ده انا بس بقولها لك ملحوظة. لو انت معاك كوبري بوني هتعمل ايه؟ لو انت معاك كوبري ديك ما تحسبش القوة اللي هحسبها دلوقتي، تمام؟ ولكن نبقى عارفين برضو ايه حساباتنا لو احنا غيرنا المسألة وخلينا بوني هنعمل ايه. قالك في حالة البوني مبدئيا تحسب اول حاجة اسمها سي او الكمبريشن فورس اللي بتيجي على الكمبريشن فلانش. زي ما انتوا عارفين المومنت عموما بتولد قوة شد تحت وقوة ضغط فوق، اي عزم يولد ايه؟ شد فوق وضغط تحت، تمام؟ فالشد والضغط ده بيساوي كام؟ بيساوي الام على الواي اس تي، المومنت على ذراع العزم. المومنت اللي هي ام ديت ذا دافز الامباكت بتاعه المين جردر، واخد بالك، بتاعه المين جردر مقسومه على ذراع العزم. ذراع العزم بيساوي كام؟ اللي هو 97% في حاله السنجل تراك و99% في حاله الدبل تراك من الدبس الكلي للقمر. يعني ذراع العزم في حاله السنجل تراك بيساوي 97% دبس القمر، في حاله الدبل تراك بيساوي 99% دبس القمر، تمام؟ القوة بتاعتنا بقى اللي هي جاية من اليو فريم اكشن ده بتساوي اف، تمام؟ هي القوة دي بتولد نتيجة ايه عموما؟ بيقول لك انك لما انت جيت هنا في حالة البوني كنت عايز تعمل هنا ابر بريسنج بس ما عرفتش، للاسف ما عرفتش تحط ابر بريسنج فوق، فاضطريت انك تعمل حاجة اسمها براكت، حاجة كده ايه مساعدة تقوية وتدعيم. يعني البتاعة دي بتعمل ايه او البراكت ده بيعمل ايه؟ البراكت ده بيربط المين جردر بالكروس جردر، بيربطهم ببعض، بيخليهم يشتغلوا مع بعض كأنهم فريم. ايه ده، هو الشكل بتاع ده فريم؟ قال لك اه هو فريم، يعني شكل الفريم العادي بتاعك اللي انت فاكره من سنة تالتة ده، ولكن قلبته لك، يعني كأني قلبته، يعني بدل ما هو مثلا شبه حرف الان كده قمت انا قلبه خليته شبه حرف اليو، جبت فريم وقلبته، تمام؟ الفريم المقلوب بتاعك ده اللي هو شبه حرف اليو ده، تمام؟ انت جيت هنا عملت معاه براكت، او لو انت فاكر في السنه الثالثه كنا بنعمل حاجه اسمها هونش بنربطهم ببعض، فخليت ان الوصله ما بين الكروس جيردر والمين جيردر ريجيد. يعني ايه ريجيد؟ يعني بتنقل عزم، تمام؟ يعني عشان كمره المين جيردر تتشكل لازم تحرك كمان معاها كمره الكروس جيردر، الاثنين يتحركوا مع بعض، عملت وصله ريجيد، تمام؟ فهو قال لك ايه نتيجة بقى انك عملت الاتنين ووصلتهم ببعض جامد كده، فالكمرة العلوية اللي هي عند الكمبريشن فلانش دي بتتحرك، بتتحرك نتيجة ايه؟ هتتحرك لو اتولد عليها او لو حصل لها لاتر توشن باكن. في حالة اللاتر توشن باكن بيحصل ايه؟ مش الكمرة تتحرك بالجنب، فاكرين او واخدين بالكم في اللاتر توشن باكن الكمرة بيحصل لها ايه؟ بيجي الكمبريشن فلانش دي، الكمبريشن فلانش اللي فوق دي كده عايزه تتحرك بالجنب، تمام؟ وانا قمت عملتها ايه؟ قمت ربطتها ببراكت، ربطتها بالكروس جردر، ربطتهم ببعض بحيث ان ايه يمنع الحركه الجانبيه دي، يعني الكاميرا اللي فوق عايزه تتحرك بالجنب البراكت ده كده هيشدها، يمنعها من الحركه.
وزي ما احنا اتعلمنا في هندسة عموما، اي حاجة بتمنع حركة فهي بتشيل قوة، اي حاجة بتمنع حركة بتشيل قوة. يعني ابسط مثال يعني زي سقف بيتك كده مثلا، سقف بيتك ده عايز يقع عليك، يعني سقف بيتك ده عايز يقع في اتجاه الجاذبية، هو كده متعلق في السماء اهو، متعلق فوقك، عايز يقع عليك، عايز يموتك، تمام؟ ايه اللي منعه ان هو يقع عليك؟ العمدان. لو انت شلت العمدان، عمدان بيت دي شلتها كلها كسرتها، سقف البيت هيقع، تمام؟ اذا ده دليل على ايه؟ دليل على ان العمدان دي، وجود العمدان هو اللي منع حركة السقف انها تقع عليك، واخد بالك؟ يعني وجود الأعمدة هو اللي منع حركة السقف انها تقع عليك، فبالتالي العمدان دي شايلة قوة، وبالتالي انت عمال تصممها على قوة وبالمعادلة بتاعتك الشورت كولوم والكلام اللي انت بتعمله ده، تمام؟ فدي نفس الفكرة، الكاميرا بتاعتنا دي عايزة تتحرك، انا حاطط لها حاجة تمنعها من الحركة، حاطط لها حاجة تمنعها من الحركة، يبقى اذا الحاجة اللي انا حاططها دي هتشيل قوة، تمام؟ وده اللي حصل دلوقتي، انا عملت لها براكت وربطتهم ببعض وعملت حاجة اسمها فريم مقلوب، اذا العنصر بتاع ده هيشيل قوة اضافية. القوة دي مقدارها كام بقى؟ نرجع بقى للكود، الكود قال لنا ان القوة دي الاف دي بتساوي سي على 100، السي اللي هي ايه؟ اللي هي المومنت على واي سي تي، تمام؟ مقسومة على 100. طالما موجودة عندي قوة موجودة هنا فوق هنا، وده فريم زي ما احنا عارفين، هيولد عزم، تمام؟ مظبوط، هيولد عزم. العزم ده مقدره كام؟ مقدره اف في المسافة ار. المسافة ار دي اللي هي ايه؟ اللي هي المسافة بين سنتر لاين الكروس جدر اللي تحت ونهاية الكاميرا من فوق، او بداية الكاميرا من فوق وسنتر الكروس جدر من تحت، اللي هو دبس الكاميرا بتاعة المين جردر ناقص نص دبس الكروس جدر اللي هي المسافة ار دي، تمام؟ هضربها في القوة اللي هي اف دي اللي هي بتساوي سي على 100، واحسب حاجة اسمها ام اديشنال، يعني عزم زيادة هيزيد معاك نتيجة ايه؟ اليو فريم اكشن ده، تمام؟ فالام اديشنال بتساوي الاف في الار، الاف دي بتساوي سي على 100، السي دي بتساوي المومنت بتاع المين جردر على الواي سي تي، تمام؟ فيحصل عندنا مشكلة دلوقتي، الحسابات خلاص عرفناها، ولكن وانا جيت هنا بصمم الشيت بتاعي، يعني وانا بحل الشيت طلع حظي ان المساله بتاعتي طلعت بني، طلع حظي ان المساله بتاعتي دي بني، واضطريت ان انا ايه احسب اللي هو اليو فريم اكشن ده، هلاقي ان انا محتاج ابقى عارف المين جردر مومنت، يعني عايز اعرف الامتد ذا ديفز امباكت المين جردر، بس احنا لسه لحد دلوقتي ما صممناهاش. فانت بالنسبه لك في الشيت، هتقف لحد الخطوه دي، لو انت الكوبري بتاعك بني، لو الكوبري بتاعك بني في الشيت هتقف لحد الخطوة دي، تمام؟ طب لو الكوبري بتاعك ديك كده كده ما فيش معاك الحسابات دي، هتكمل عادي، انما لو الكوبري بتاعك بني هتقف لحد الخطوة دي، لحد بقى ترجع بعد كده في السكشن الجاية نحسب المومنت على المين جردر، بعد ما نعرف المومنت على المين جردر ناخدها ونرجع نكمل بيها بقية المسألة دي، تمام يا شباب؟ ده في الشيت بتاعنا. طب في الامتحان، كده كده يا اما هو يديك قيمه المومنت على طول يقول لك الام تيت ذا دايفز امباكت في حاله المين جردر بتساوي كذا، وطبعا هتاخد المومنت دي وتعوض بيها في الخطوه دي بس، يعني ما تقولش بقى دي المومنت بتاع دي بتاعه الامتحان كله، لا، لو هو قال لك المومنت في المساله دي في الخطوه دي بكذا بكذا ده كذا، يعني تاخد الرقم ده تحل بيها وتكمل وتحسب قيمه السي وتحسب قيمه الاف وتحسب قيمه الام اديشنال في الامتحان، تمام؟ وبعد كده ممكن يطلب منك بعد كده تحسب بقى المهم ديت ذا لفظ الامباكت الحقيقي اللي هي انت هتكمل بيها بقيه الامتحان، تمام؟ او ما يقولكش قيمه الام ديت ذا لفظ الامباكت بتساوي كام، ساعتها بقى تعمل ايه؟ هتضطر انت تحسبها، فانت هتسيب المساله عندك واقفه عند الخطوه دي وتخش في الامتحان في السؤال اللي بعده وتحسب المومنت وترجع تاخد المومنت تعوض بيها في معادله السي، تمام؟ فهمتوا ازاي هنتعامل معاها؟ تمام يا باشمهندس، تمام. انت باين عليك شاطر يا ابني، بس الناس اللي باقية معاك فاهمين؟ في مشكلة؟ مفيش مشكلة، نكمل، تمام. اليو فريم اكشن ده تاني بقول لكم اهو، اليو فريم اكشن ده في حالة البوني بس، اليو فريم اكشن ده في حالة البوني بس، في حالة الدكة مفيش الكلام ده،
الفاينل سترينج اكشن بقى هنقعد نجمع بقى كل الكلام بتاعنا اللي احنا عملناه فوق، الام اكس بتساوي الام ديد زائد الامباكت زائد الام اديشنال. الام اكس بتاعتنا كانت بتساوي ام ديد زائد الام لايف زائد الامباكت، يعني بتساوي 6.75 زائد الام لايف زائد الامباكت اللي هي 117.76 زائد الام اديشنال بتاعتنا اللي هي في الحاله بتاعتنا دي بصفر لان كوبري ديك، فبتساوي في النهايه 124.51 طن في المتر. ال ام واي اللي احنا حسبناها 12.2 طن في المتر. الكيو ديد زد ديد امباكت اللي هو 3.77 من حته ديد زائد الكيو لايف زد امباكت اللي هي 65.42، يعني بتساوي 69.19 طن. عرفنا كده ال ام ديد زد ديد امباكت، عرفنا كل حاجه، عرفنا كل السترينج اكشن. نرجع بقى للشغل بتاعنا السيستماتيك المحفوظ، نحسب ال F maximum بتساوي F star على 1 ناقص M ديد على M ديد زد زد امباكت. في حالة الكومباكت بناخدها، لازم تكون أقل من 64 فيل، اللي هو كومباكت اللي هي جدول القطاعات كله كومباكت، تمام؟ كل القطاعات الوترات بتاعتنا اللي في جدول القطاعات دي كلها كومباكت، يعني لو أنت استخدمت جدول القطاعات هيبقى دايما 64 فيلد، أو نون كومباكت اللي هو 58 فيلد، وتمشي برضه في حالة البيلت أب. ال اف اس ار دي بتساوي كام؟ ال اف اس ار دي ليها جدول بيقول لك ان في حاله الكي بريسنج، في حاله الاكس بريسنج وسنجل تراك بتاخدها ب 1.68، او في حاله الاكس بريسنج ودبل تراك بتاخدها 2.52، او في حاله الكي بريسنج وسنجل تراك بتاخدها ب 1.12، او في حاله الكي بريسنج والدبل تراك بتاخدها ب 2، تمام؟ طبعا في الامتحان ممكن تبقى معطى، يعني طبعا تفاوض مع دكتور قول له ايه عايزين الجدول ده، قول له قول للدكتور عايزين الجدول بتاع ال اف اس ار ده في الامتحان لانك مش هتخش بالكود. تمام. احنا في حاله الاكس بريسنج دبل تراك يعني ال اف اس ار ب 2.52، نعوض في المعادله 2.52 على 1 ناقص 6.75 اللي هو الام ديد على الام لايف زد امباكت، ديد زد لايف زد امباكت، او الام اكس كلها بتساوي 124.51 بتساوي 2.66 طن على سنتيمتر مربع، اقل من او يساوي ال 64 فيت اللي هي 1.79 طن على سنتيمتر مربع، فهي طلعت اكبر منه، فانا هاخدها بتساوي 1.79 طن على سنتيمتر مربع لانها طلعت اكبر منه. ال S required بتساوي M X على ال F maximum بتساوي قيمة المومنت بتاعتي اللي هي M X اللي هي 124.51 في 100 على ال F maximum اللي هي 1.79 تساوي 6956 سنتيمتر مكعب. نخش جدول القطاعات بقى ونلاقي قطاع مناسب. انا اخترت مثلا قطاع اتش اي بي 1000، ال اس اكس بتاعته ب 12890 سنتيمتر مكعب، ال اس واي بتاعته ب 1085 سنتيمتر مكعب، تمام؟ ده القطاع اللي انا اخترته، وطبعا ما اقدرش اقول سيف ولا انسيف غير لما اشيك على السرس. انا معايا مومنت في اتجاه اكس وفي اتجاه واي، لو كانت في اتجاه اكس بس كنا خلاص خلصنا، انما هي في اتجاه واي كمان، فنعمل معادله الكومبايند. معادله الكومبايند بتقول لك ان الام اكس على الاس اكس زائد الام واي على اس واي اقل من او يساوي 1.2 الاف ماكسيمم. طبعا احنا حسبنا البريكنج فورس ودي قوه سنويه، فانا زودت 20%. الام اكس بتاعتنا بتساوي المومنت بتاعتنا اللي هي 124.51 مضروب في 100 على الاس اكس اللي انا جبتها من جدول القطاعات اللي هي 12890 زائد الام واي اللي هي 12.2% برضه على 1085 بتساوي 2.09 طن على سنتيمتر مربع، تمام؟ اقل من او يساوي 1.2 في الاف ماكسيمم اللي هي 2.14 طن على سنتيمتر مربع. وطبعا هتلاحظوا ايه، هتلاحظوا ان انا استخدمت قطاع كبير قوي اللي هو اتش بي 1000 عشان ما كانش موفي معايا في الكومبايند، يعني كنت بتاعتنا اكبر اكبر لحد ما وصلت ل 1000، تمام؟ عشان يسيب معايا في الاخر في الكومبايند. تمام يا شباب، يبقى كده القطاع بتاعي سيف في الكومبايند، وتاني لحد ما اوصل لقطاع مناسب.
لو ما لقيتش قطاع مناسب في الاي بي والاتش بي هتضطر تستخدم قطاع بالطب، هتضطر اسفه تستخدم قطاع بالطب. تمام. اي معلش بس انا استاذن حضرتك بس اتفضل اكمل عشان تتحم برضو. لا في المحكمة حاليا في مشكلة. ماشي ربنا معاك. اول رأي بس انا استاذن حضرتك بس معلش اكمل بس السكشن خلاص. ماشي بس طب ماشي بس ماشي ماشي ربنا معاك توفي. ماشي يا باشمهندس سلام. ماشي نكمل. هل حد عنده سؤال يا شباب؟ حد عنده مشكلة في حاجة؟ باشمهندس مروان عندك مشكلة؟ لا ما عنديش مشاكل والله يا باشمهندس. تجاوب معايا عشان انت لوحدك بتجاوب، خليك تجاوب معايا. حاضر. ما فيش غيرك بقى نعمل ايه؟ الكيو بتساوي قيمة الشير على ال H over T web، يعني بتساوي 69.19 مقسوم على ال H توب اللي هو 100 في توب 1.9 بتساوي 36/100 طن على سنتيمتر مربع. أقل من أو يساوي 35/100 فيد اللي هو 98/100 طن على سنتيمتر مربع. يعني سيف هو ال H ويب. ال H ويب احنا هنا كنا واخدين قطع 1000، احنا خدنا ال H ويب هنا 100 سنتي، خدنا الدبس كامل. عايز تشيل اللي هو سمك الفلانجات يعني. ماشي شيل شيل سمك الفلانجات. الدكتور عاملها كده برضه في المحاضرة فأنا استغربت مش أكتر. هي النسبة نفسها ما بتفرقش، يعني النسبة نفسها مش كبيرة، بس سمك البتاع دي بكام؟ بأربعة، 4 سنتي. تمام، فانت شلت أربعة يعني شلت 8، بقى كام؟ بقى 92. هي برضه سيف يعني، تلاحظ دايما ان الحاجات دي بتسيف طالما انت قطعات الجداول يعني، فغالبا بتسيف. عايز تشيل منها المفروض يبقى تشيل منها 8، 8 و 8.72، 8.72 سنتي. تمام، عشان تجيب الاتش هوب الصافي يعني. تمام، ده المفروض يحصل يعني، بس يعني عشان كان الفرق كبير قوي فاحنا اشتغلنا على 100 على طول. ده 36 وده 98. خلاص نشتغل على السهل احسن، يعني نتعب نفسنا ليه؟ ماشي ماشي يا هندسه. نكمل بكالة شكل قطعة تشنر باكلينج. هو مبدئيا بس ده ممكن في المسألة بتاعتنا دي ما يفرقش، وهتلاقي غالبا بيسيف 99.99% بيسيف. انما في المين جردر لا بيفرق كتير، في المين جردر بيفرق، انما هنا ممكن ما يفرقش، وبعض الاحيان كمان ممكن ما يعملوش. بس بما ان الدكتور عمله في المحاضره فهنلتزم بالدكتور عمله في المحاضره. التشيك لاتا توشن باكلينج في الكروس جردر هنحسب المسافه اللي مش ممسوكه للكمبريشن فلانج، هتطلع بتساوي 1.8. عرفت منين؟ بصيت على شكل السايد فيو لقيت ان في نقطه ممسوكه فوق، مش السرنجر دي موجوده فوق فوق الكروس جدر، يعني ماسكاه من فوق، ماسكاه عند منطقه الكومبريشن، ماسكاه عند منطقه الكومبريشن فلانج، يعني تعتبر برضو كانها يعني ركيزه افقيه او ركيزه افقيه للكومبريشن فلانج، ماسكاها من فوق. تمام، تمام. يبقى الان سبورتد لينس بتاعنا بيساوي المسافه الكبيره في المسافات اللي مكتوبه قدامنا دي، من اللي هي من 9 من 10 و 8 و 7. نختار المسافه الكبيره، تطلع بكام؟ تطلع ب 81 و99.9999. هتنجي تكتب ساعات كتير، هتطلع في الاخر بتساوي برضو 1.8 متر اللي هي 180 سنتي. تمام، لان دي اكبر مسافه بديهيا يعني، الا بقى لو انت كبرت عرض الكوبري قوي يعني، ما التزمتش بقى بالمسافات بتاعتنا. ال LU بتاعتنا بقى، ال LU بتاعت الكود، بنخش الكود كده نشوف ال Alternational Buckling بشيك عليه ازاي. قالك بتقارن ما بين رقمين، 20 بي فلانش على جزء ال Field اللي هي بتساوي 20 في عرض فلانج اللي هي 30 على جزء ال Field اللي هي 2 جزر 2 و8 بتساوي 358.57 سنتي، أو 1380 Area Flange في السي بي على الدي في ال Field بتساوي 1680 في الاير فلانج اللي هي 30 في 3 و6 في السي بي 1.13 مقسوم على الدي دبس الكلي اللي هو 100 سنتي مضروب في الفيلد 2.8 يديك 601 وشويه. هتلاحظ ان الاكشوال اقل من ال يو سيف، وهتلاحظ طبعا ان هو تقريبا ضعفه،
يعني تقريبا 358 ضعف الرقم ده، فعشان كده بقول لك يعني غالبا مسيفها يعني في حالة الكروس جلدر. تمام، يبقى سيف، يبقى اوكي، وتكتب له تحت بس ايه، يوز سيكشن اتش اي بي 1000 فقط لا غير، بس كده والمسألة كده انتهت. حد عنده سؤال كده يا شباب؟ حد عنده سؤال؟ تمام يا باشمهندس. ماشي تمام. أو في التسجيل.